السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، أنا سالم جديد معكم يا محمد من قناة وي نو كونكر. فيديو جديد من عالم كونكر لاين المميز، والنهاردة يا جماعة هنتكلم بخصوص تريد هاوس. بس في البداية طبعا أنا بطالب منك تعمل لايك وتشترك في القناة مع تفعيل زر الجرس وتنضم لمجموعة جروبات وي نو كونكر الجديدة تراست أور نو، هتلاقي رابطها برضه في الوصف، وكمان وي نو كونكر كلاسيك إن شاء الله. خلاص يا جماعة هانت السيرفر النسخة الكلاسيك يعني، ان شاء الله قربت تنزل خلاص، وفي اخبار قريب جدا هننزلها. وكمان عندكم قناة تليجرام بنزل فيها كروت سبيس على فكرة، بنزل فيها بنتات وغير وغير وغير، ما تقلقش والله يعني الدنيا كلها جميلة جدا جدا وقوية. عندك كمان الديسكورد زي ما انت شايف، يعني الوضع جميل جدا جدا جدا، واي حاجة مخالفة زي ما انت شايفين بنمسحها. جميل جدا. طيب عشان ما اطولش عليكم، ايه الاخبار الجديده بخصوص التريد هاوس؟ زي ما انتم شايفين هنا يا جماعه كده اهو في الصوره دي، طبعا احنا بعتنا للجي ام عشان نشوف بقى موضوع التريد هاوس ده طول اكتر كده. دلوقتي داخلين في الاربع شهور اهو ولا ثلاث شهور وشويه، فطبعا كلمناه بيقول لك ان حاليا التريد هاوس لسه بيتعمل له تحديث للسيستم بتاعه مع الاسف والخدمات بتاعته. طبعا انه ما كانش مدعوم في ويندوز 11 وكان اخر ويندوز 10 تقريبا، فطبعا هم عايزين يعملوا كل يعني التحديثات دي ان هو يشتغل على كل انواع الويندوزات بدون اي مشاكل، بدون اي تهنيجات، بدون اي حاجه، وكمان يضيف عليه حاجه جديده جدا. هو تحت التحديث حاليا تمام، وان شاء الله هيرجع في خلال شهر واحد. وطبعا لو في اي مزيد من الاخبار تابع الويب سايت، سيبك من الكلام ده كله، بس هو خلاص ان شاء الله خلاص هانت، سيبنا 3 شهور وشويه اهو، فهو فاضل له شهر بكتير، يعني هنقول مثلا على 1/4 او مثلا 10/4 باذن الله تعالى احتمال كبير يرجع تاني. وطبعا لو في اخبار جديده بخصوص الموضوع ده ما تقلقوش هنزلها على طول. اهم حاجه دعمكم المستمر، قلت لكم انا الخبر ده في السريع. خلاص هانت ودريت هاوس قرب يرجع باذن الله تعالى. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما قلت لكم يا جماعه تابعونا على مجموعه جروبات وينو كونكر الجديده تراست اور نو وينو كونكر كلاسيك، هتلاقي رابط بتاعتهم في الوصف، وكمان عندك الديسكورد والتليجرام. اشوفكم على خير والسلام عليكم.